حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارايت لو نزلت واديا وفيه شجره قد اكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في ايها كنت ترتع بعيرك قال في الذي لم يرتع منها تعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها